الوالد كان يتميز باللباس الأبيض، بالعقال الأبيض، بالساعة البيضاء. هو فعلاً كان رجل البياض والنقاء، لذلك كان يتكلم بلغة الفن. محمد السليم الله يرحمه ولد في مدينة مرات. مرات هذه قرية صغيرة. الوالد كان مهمته وهو طفل صغير كان يرعى الأغنام، فيأخذها إلى الصحراء ويتأمل في الصحراء من شروق الشمس إلى غروب الشمس. فكان عنده وقت طويل إنه يتأمل في تدريجات اللون، في مكونات الصحراء. الأفقية في البداية كانت تعكس الصحراء بعناصرها: الخيام، الإبل، البدو، المرأة والرجل والأطفال، النباتات الصحراوية. فكانت هذه العناصر هي اللي تشكل المدرسة الأفقية بشكل أفقي. الألوان اللي كان يستخدمها الوالد كانت الألوان الترابية، النحاسيات، الأخضر الترابي، الألوان الطينية. أثناء عمله في محطة تلفزيون الرياض ابتعث لإيطاليا، تعلم عن الفنون الأوروبية ولكن طبقها على نمط محلي. الوالد الله يرحمه كان كأنه الأب الروحي لباقي الفنانين، لأنه استطاع أن يوفر مكان يستطيع أي إنسان عنده فنون أو ذرة فنون أنه يمارس فنه من خلالها. الفن هو ذخيرة فكرية للإنسان أينما كان، في أي زمان ومكان.